مع نشاط مركز نحل المجتمعي، وهو يسهم في إيجاد مكان صديق ومساحة آمنة يستطيع الطفل خلالها تفريغ طاقته بطريقة إيجابية مثل الرسم والموسيقى. ويعمل المركز سمر أكيد على بناء مسارات الأطفال، مدة كل مسار وست شهور، للحديث بشكل موسع عن هذا الموضوع بصرنا نرحب بصباح نغير بالاختصاصية الاجتماعية كلودا رجب. كيفك يا كلودا؟ يسعدني صباحك. صباحكم يا رب. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. بالبدايه خلينا نتحدث اكثر عن انشطه مركز نحل المجتمعي. هلا بالبدايه بحب احكي عن مركز نحل المجتمعي، هو كنز انا بشوفه موجود بمنطقه المزه. مركز نحل مساحة آمنة كتير للطفل، هو مكان صديق بيقدر الطفل يجي لعنا فيه يفرغ طاقاته، يعبر عن مواهبه بطريقة إيجابية، تمام، نبعده عن الطرائق السلبية اللي هو بيتعلمها خارج المركز. مثلا الطفل بيجي لعندي بيتعلم رسم، بيتعلم فن، موسيقى، مسرح، اي شيء هي هوايه موجوده عنده. بالتالي نحن بنكون بعدنا عن اي شيء سلبي، هو رح ياخده من الشارع، رح ياخده من رفاق السوق، يعني اي شيء هو حيتعلمه برا. صحيح. ونحن بنساهم بصقل شخصيه هذا الطفل، بنعلمه شغلات جديده، هوايات، اي شيء هو بحبه بيلاقي عنا. حلو كتير، يعني عجبني اسم نحل، أنا بحب النحل بشكل عام، ويمكن المركز نحل هو مركز لخلية خلينا نقول متكاملة، ما بتوقف شغل، بتضل عم تشتغل 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 لتطلع الشيء الحلو بالمجتمع. خلينا نحكي على الأنشطة يلي عم يساووها بالمركز. خلينا نحدد اختصاصك اللي هو الأطفال، كيف عم يتم تفريغ الطاقات الإيجابية له بطريقة صح. صحيح. هلا مركز نحل بيشتغل بخطة معينة، تمام، يعني مدة كل خطة عنا هي 6 شهور، كل 6 شهور عنا خطة معينة احنا بنسميها مسار، هذا المسار له هدف معين. مثلا نحن هلا شايفين بهي الفترة مثلا انه في اطفال كثير عم بتعاني من مشكلة الخجل، تمام، نحن بنشتغل بهذا المسار على هاي القصة، تمام، انه مثلا دعم هذا الطفل يكتسب مهارات اكثر، نعالج هاي المشكلة الموجودة عند عدد كثير كبير من هدول الاطفال، لحتى هو لما يبلش يطلع مثلا يروح على المدرسة يكون عن جد عنده شخصية قيادية، تمام، انه نحارب بين النزعات الموجودة عند الطفل. مثلا نحن كثير بنواجه مثلا بنشوف طفل عدواني، تمام، بنشوف طفل اناني، مثلا دائما في يعني في اطفال عندهم نزعات او مشكلات سلوكيه نحن بنسميها وبنحاربها، تمام، يعني بنشتغل عليها، تمام، بنشتغلوا على يعني طفل مثلا في شخصيه مثل ما قلتي عدوانيه، في شخصيه انانيه، في شخص مثلا عصبي او صحيح. او هلا مثل ما حكينا سالي شخص مثلا ما عنده ثقه بالنفس، طفل صحيح. ما عنده ثقه صحيح. بالنفس صحيح. كيف ممكن تقدري تتعاملي معه بالطريقه الصح؟ هلا انا كدوري كمختصه اجتماعيه هني انا دائما اكون موجوده مع هدول الاطفال بالنشاطات اللي موجهه لهم، تمام، براقب كل طفل، تمام، اذا عنده اي مشكله معينه. فنحن كثير بنشوف انه في اطفال عندها مشكلات سلوكيه، مثلا كان عندي طفل عدواني، تمام، بيتعامل مع رفقاته دائما بطريقه الضرب، تمام، ما انه ما عنده شيء والله حوار او ياخذ ويعطي مع رفقاته، لا، فورا انه بده يضرب، بده يحصل على الشيء اللي بده اياه بهي الطريقه. نحن بنشتغل على هذا الطفل طبعا بجلسه فرديه نحن بنعالجه، تمام، لحتى تشتغلوا عليه لهذا الطفل. تمام. هل ممكن تعملوا له مثلا شيء عقوبه، تحرموه مثلا من شيء بحبه، كيف ممكن تشتغلوا عليه؟ لا اكيد عليه؟ لا اكيد لا بنعاقبه، لانه طالما عاقبناه فنحن خسرنا. هلا دائما انا بشتغل معاه مثلا جلسه فرديه، اول شيء الطفل العدواني هو لازم يكون عنده شيء تفريغ طاقات، تمام، مثلا ممكن نحن نوظف هاي الطاقه الموجوده عنده العدوانيه بشيء معين، مثلا مثلا كاراتيه، ملاكمه، تمام، مثلا انه ثواب وعقاب، تمام، انه نحن دائما بس نشتغل شيء صح بناخذ شيء ثواب عليه. العقاب بيكون موجود عندنا مثلا الحرمان من شيء معين، مثلا انه بحب هو الالوان معينه، مثلا نحن بس نشتغل صح ونبطل عدوانيين مع رفقاتنا نحن ممكن نحصل عن هي القصه اللي نحن بدنا اياها. تمام. مثلا الطفل الاناني، مثلا كثير بنشوف اطفال معودين بالبيت انه كل شيء لالهم، الالعاب لالهم، الغراض، اي شيء لالهم، التليفون لالهم، تمام، فنحن بنشتغل مع هذا الطفل بطريقه انه الدمج.
حلو. تمام، ندمجه بين المجموعات، نعلمه التشاركيه، كيف يتعامل مع رفقاته، تمام، انه هي مو بس لإلك، هي لإلك ولرفيقك، تمام، انه لحتى نحن نتخلص من هاي النزعه السلوكيه او المشكله السلوكيه الموجوده عنده. حلو كلودا، يعني شغلكم معنا محصور بالمركز، واكيد في تواصل مع الاهل دائما لتعرفوا ايضا ليش الطفل هيك، يعني دائما الطفل بيجيكم من البيت، يعني اكيد في شيء بالبيت حتى هون بينكم وبين الاهالي لضبط سلوك الطفل، لتفريغ طاقات الطفل، يمكن كان يكسر الاغراض بالبيت لاجى لعندكم هيك شيء صار يفرغ طاقات بطريقه احسن. خلينا نحكي عن هذا الموضوع. تمام، هلا نحن كل فتره بشكل دوري عندنا اجتماعات مع الاهل، اهالي الاطفال، تمام، او حتى انا بس شوف اي مشكله عند هذا الطفل بتواصل مع الاهل، تمام، شو السبب اللي خلاه يصير هون، تمام، فمثلا اي شيء انا بشوف مع الاهل التواصل بيكون من خلال اجتماعات، تمام، نحكي فيها مثلا انه طفلك عنده شيء معين، انه شو السبب، مثلا هي بتجي بتحكي لي انه طفلي مثلا خجول، سبب ليش خجول، مثلا طفلي في تمييز، مثلا بيكون في تمييز بين الاخوه، هذا الطفل ضل منطوي على نفسه، ضل ما يعني بخاف او بيخجل يحكي مع الناس لانه عم يتعرض للرفض، تمام، من غيره، فانا بعرف شو انه ليش هو عم بيعاني من هاي المشكله، وبلش انا اشتغل من خلال جلسات معه لنحل هاي المشكله، تمام، وطبعا بوضع قواعد مع الاهل بالتوعيه على كيف تتعامل مع هذا الطفل لحتى هو عن جد يتخلص من مشكلته. اكيد الشيطه الموجوده عندكم بمركز نحل المجتمع حابين يسجلوا اولادهم معكم، كيف ممكن، عن طريق شو؟ طبعا هلا نحل المجتمعي في صفحه على الفيسبوك نحل المجتمع، هي موجوده، طبعا في ارقام معينه بيقدروا الاهالي يتواصلوا معها. هلا بخليه الاطفال مثل ما حكيت مسارات، عندنا خليه الاطفال، عندنا خليه اليافعين والشباب، تمام، هدول يعني كل خليه هي فيها اشخاص مسؤولين بيوجهوا، تمام، حاجات هدول الاشخاص، يعني مثلا بيجي لعندي الطفل او اليافع هو بحاجه شيء معين، فانا بوجهه ما بخليه يضيع، والله انا مثلا بدي رسم وبدي فن وبدي اعزف وبدي، تمام، فلا انا بشوف الموهبه الموجوده عنده وبوجهه. طبعا هو بمنطقه 86 كثير معروف، تمام، بالمزه، فالاهالي عن طريق الفيسبوك بيتواصلوا معنا بارقام معينه، طبعا هلا من فتره الكورونا لهلا ما في اي شغل، موقفين بسبب يعني خوف، واطفال هدول ارواحهم مسؤوله، تمام، فان شاء الله بالفتره اللي جايه بالتنسيق مع وزاره الشؤون الاجتماعيه والعمل في شغل جديد ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. يعني دائما سمر الاطفال هيك بحبوا يطلعوا، ولكن الظروف الاستثنائيه وخاصه هالكورونا اللي اكيد بس هلا بلشت ترجع الحياه، ان شاء الله يا رب عم ترجع شوي شوي، فكتير كثير شيء حلو، كثير نحن كلياتنا مبسوطين منه، حتى الاطفال يعني هلا بس عم نطالعهم من البيت عم يشوفوا الاطفال عم يتشاركوا معهم الالعاب، يعني كل نفسيتهم تغيرت. بنتمنى لك التوفيق. شكرا لوجودك معنا، نورتي صباحنا اليوم، وبنوجه تحيتنا لكل فريق مركز نحل المجتمعي. اكيد شكرا لكم. شكرا لك كلودا، ان شاء الله يا رب هيك بلقاءاتنا الجايه تكونوا فتحتوا المركز وصار عندكم هيك اطفال، إن شاء اكيد الله. كل التوفيق لك. شكرا. هلا وهلا يا سالم، نكون وصلنا لختام مشوارنا الصباحي لليوم، نلتقي بكره على الساعه 9. لكل يلي عنده فكره او موضوع حابب يشاركنا فيه ابقوا على تواصل معنا على صفحتنا على الفيسبوك صباحنا غير، تمنياتنا تبقوا بالف خير.